السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديال حليمة الفيلالي. الوصفة اليوم غادي تكون حرشة في الفران، حريشات صغار في الفران على شكل غريبة، كتجي هائلة. كيصلحوا للضياف الغفلة، ولا يعني بغيتي توجدي شي هواكة وما ديريش فيها مجهود ولا وقت طويل، كتنفع بزاف. نبداو ان شاء الله على بالمقادير. عندي هنايا 500 غرام ديال السميدة الرقيقة ديال الحرشة، كتكون على هذا الشكل، راه مبينة. عندي واحد نص كاس ديال الزيت، غادي نكمل يعني كاس الا ربع غادي ندير ديال الليدان، نكملو بالزبده. ما خصهاش، الا درتي كاس عامر غادي تجيك ميدمه بزاف، غتجيك هشيشه كتفرتت. كاس الا ربع كافي، كيجيها هو هذا. عندي نص كاس ديال السنيده كتجي بها حلوه، ممكن تنقصو الا ما كتبغيوش الحلاوه. واحد البيضه، واحد فاني، وعندي جوج خمارات. الفاني ممكن تبدلوه بالنكهه اللي بغيتو. عندي شويه ديال الملح، شويه ديال الخميره ديال الخبز. كندير السميده، كنزيد سكر سنيده، وكندير الملحه والخميره. انا الخميره هذه كنديرها مباشره، الا عندكم الخميره الاخرى اللي معجونه راكم كتذوبوها مع الماء، شويه ديال الماء اللي غادي تجمعوا به. صافي، غادي ندير الفاني، الخمارات، غنخلط كل شيء. غادي نبسبسو مزيان بهاد الزيت والزبدة. ما قلت لكم ممكن ديروا الزيت بوحدها. الكسره ما عامرش، ناقص واحد بحال هكايا تقريبا. نخلط مزيان حتى نضمن ان السميده كلها دخلت مع الزيت. صافي، غادي نزيد هاد البيضه، صافي هكذايا. وغادي نجمع بالماء. الماء انا غنحسب نعبر لكم بالكاس ديال العنبه تقريبا شحال غادي تهزلي. تمولتها كندير عيني ميزاني. دابا درت كاس، نشوف شحال غادي خاصني نزيد. غادي واحد شي شويه هنا نص كاس، ونشوف زيد شويه بشويه، ما خصهاش تجي جاريه بزاف، غير شويه. صافي، دابا غنخلطها غير هكا، ما كنقلبوهاش، غير سبعنا، غير سبعه الناس نخدمو. صافي، غنخليها ترتاح واحد خمسة دقائق، وعاد غادي نشكلها كويرات. من كدوز خمسة دقائق انا كنلقى العجين شرب بحال هكا، تيبقاش مطلوق. غادي نهز الكويرات، حاولوا ديروهم متقاربين على حساب الحجم اللي بغيتو. ديرهم غير بحال هكا، ما نعجنهمش، غير بحال اللي كنقادهم بهذه الطريقه. وغادي ندوزهم في السميده. اللي بغات دوزهم في السميده الغليظه حتى هي مزيانه كتجي في الديكور. ديرهم بحال هكا في واحد الصفيحه مدهونه بالزيت باش ما يسقولكش. نشكلهم غير هكا، هكذا لما نقرصوهم و تنديرهم في هاد الصفيحة. كنستمر بنفس الطريقة حتى كنسالي الكمية كاملة. صافي، أنا كورتهم كاملين، دوزتهم في السميدة. كما قلت لكم كنديروها في لاطا تكون مدهونة بالزيت. الفران راني شعلته كيسخن حتى يسخن مزيان، وغادي نقص شويه ماشي بزاف، يعني ماشي بحال اللي كنطيبو الغريبه 100%، يعني كنكون معتدل باش ما تيبس ليناش. صافي، وغادي ندخلو من التحت حتى تشقق ليا، يعني العافيه تكون من التحت. هنا غادي ندخلو تحت هذا، والعافيه هي هنايا، يعني بحال الغريبه ندخلو في هذه البلاصه هذه. صافي، ومن تشقق نطلعها الفوق، هي تشقق. دابا غنهزها نطلعها الفوق
تحمر ليا من التحت. والشكل النهائي ديال الحريشات ديالي كيجيو هائلين في الشكل وفي المذاق ديالهم، حمرتهم من التحت ومن الفوق، دغيا كيوجدوا دغيا كيطيبوا يعني ما كيتعطلوش، يعني كما قلت لكم كيصلحوا للضياف الغفله، ولا غيجيكم الضياف ممكن تصغروا على هذا الحجم، انا كبرتهم يعني ممكن ديروا كرات اصغر باش يعطيوكم كميه كبيره. انا هاد 500 غرام عطاتني 12 حبه، ممكن تعطيكم اكثر الا صغرتوهم. كنتمنى تجربوهم، تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش ديروا جيم وتابوناو في القناه باش يوصلكم الجديد، والى اللقاء.